لقاء تاريخي وبالأحضان بين اثنين من ألد أعداء أمريكا هون ببيونغ يانغ بالعاصمة المنبوذة غربياً. فلاديمير بوتين وصل بعد غياب أكثر من 20 سنة وكأنه عم يقول للغرب وعلى رأسهم أمريكا ما في فايدة من مخاصمتكم وعقوباتكم. واضح أنه ماكينة الدعاية الإعلامية للزعيمين نجحت بإرباك الغرب يلي أطلق الإنذارات بين يمين ويسار وكل الاتجاهات حول خطورة اجتماع كيم وبوتين. ترحيب كان كبير من كيم جونغ أون بصديقه الوفي فلاديمير بوتين، كان واضح من لحظة وصول بوتين ومشيه على السجادة الحمراء بمطار بيونغ يانغ. مصافحة وعناق هو الأول لزعيم بيزور كوريا الشمالية من وقت جائحة كورونا، ويمكن أول مرة كيم بيعانق ضيف. وكانت لافتة ملامح السرور على وجه كيم يلي أصر أنه بوتين يركب المقصورة الرئاسية بالأول. الكاميرات وثقت لحظة ترحيب الزعيم الكوري ببوتين ودعوته لركوب سيارة الليموزين الرئاسية الفاخرة. الزعيمين ظهروا وكأنهم عم يتعازموا على الركوب بالأول وكرروها عدة مرات. بعدين بادر بوتين وجلس على اليمين، ولحقوا كيم وهو مبتسم وجلس على اليسار، وتوجهت سيارة أوروس ليموزين الروسية لمقر الضيافة. شوارع بيونغ يانغ تزينت بصور بوتين وانحطت لافتات ترحيب بالساحة الرسمية كيم إل سونغ بحجم كبير لدرجة أنه بالإمكان رؤيتها من الفضاء. فترة طويلة من العلاقات العميقة والمعقدة بين روسيا وكوريا الشمالية مليانة أسرار وتحولات. وصول بوتين لبيونغ يانغ المصممة على الطراز السوفيتي بيمثل خطوة مهمة جدا نحو شراكة مبنية على العداء المشترك للغرب وحلفاء الغرب. وهي الشراكة عم تشتغل على تمكين الزعيمين وتعميق خطوط الصدع بين الشرق والغرب حسب المراقبين، يلي بيشوفوا عواقبها بتتجاوز ساحة المعركة بأوكرانيا، وطبعا كيم عم يدعم فيها روسيا من البداية. المرجح أنه الزعيمين يوقعوا اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة. وهي الشراكة صرح عنها بوتين قبل الزيارة بيوم وفق الكرملين وقال رح نشكل بنية الأمن غير القابلة للتجزئة بأوراسيا. وبينما العالم عم يراقب التقارب بحذر، هاللقاء بيعكس تحدي كبير للغرب وبيعزز التحالفات يلي ممكن تغير موازين القوى على الساحة الدولية.